نعاني من الخلل في فهم الاطار الديني. فلو الدين فعلا اتبنى صح بيكون وقايه من الامراض النفسيه، من الامراض الجسميه، من كل حاجه في الاطار الديني الصحيح السوي. فهي بس التاكيد على الاطار. اسمح لي دكتور، ثانيه واحده باذن الله. اتفضل. طبعا انا بشكر لك على التنبيه ده والملاحظه دي. احنا عندنا الازهر والكنيسه ودول النبعين الصافيين اللي ما فيش، ولذلك يمكن الدكتور فتحي لما انا كنت في البري كي جي كان يتكلم على تفتيت الفكر. حسسني حسسني ان انا من قدماء المصريين. فكان بيكلم الدكتور على تفتيت الفكر دي، لكن انا بتفق مع حضرتك 100%، وطبعا مع سياده الانبياء 100%، وقوله تعالى: والذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. اذا الواحد فينا اقترب من البنيان الايماني الصحيح، خلاص انت ليه بتقترب من الكتالوج الاساسي، فكل امورك بتتظبط، السيتنج بتاعها، فتلاقي الرد فعل ورد الفعل. انا بحييك يا فندم، واحنا ما عديناش في مصر غير الازهر الجامع والجامعه والكنيسه. تحياتي.